في من البيت. انا بكوره يعني، انا يبقى انت عايز تختم بيت ممكن حشلة. نجرب ما جربتوش يعني. ممكن نقول مثلا الحقيقه استضافه جميله جدا جدا، واسعدتونا وامتعتينا. حضرتك اسمك ايه قلتي لي؟ حبيبه. حبيبه حبيبه، وانا حبيتك يا حبيبه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. نشكر انتصار برضه، شكر خالص. يا سلام، فنانه عظيمه. ولكن احب اشكر بدريه برضه، ليه لا؟ النهارده كانت شكلها مش واخده معانا، او مش في الملعب، مش في الفورم النهارده، ولكن برضه نشكرها جدا بدريه. ريم اهلا وسهلا بيكي، بشكرك، ونلتقي في حلقه جديده من برنامج نفس انا. وانا معاكم في اي حاجه، جاي الدوري يقف معاكم، هشتغل في اي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.